جمعية القرض الحسن مؤسسة مالية تنسب إلى حزب الله، يعتبرها البعض شريان حياة من خلال تقديم القروض ومساعدة المواطنين، وفي المقابل يتهمها آخرون بالتحايل والقيام بعمليات مشبوهة لتعزيز قوة حزب الله وحلفائه. أسست مؤسسة القرض الحسن في عام 1983 بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان، وبعد 4 سنوات من التأسيس رخصت لها كجمعية خيرية. فما هو الدور الرئيسي لمؤسسة القرض الحسن في لبنان؟ عملياً جمعية قرض الحسن هي جمعية رديفة للمصارف والمؤسسات المالية، وهي تعنى بداية بتسليفات التجزئة لشريحة من اللبنانيين، وفي العام الماضي كانت التسليفات تفوق 500 مليون دولار، وحجم العمليات فاق تقريبا 4 مليار دولار، حيث أن العمليات التجزئة هي طبعا تسليفات إن كانت بالذهب أم بالعملات الصعبة وألا وهي عملة الدولار. الجيش الإسرائيلي شن مؤخرا ضربات على الضاحية الجنوبية لبيروت، استهدف بعضها جمعية القرض الحسن التابعة لحزب الله. يأتي هذا بعدما حذر الجيش الإسرائيلي من أنه سيضرب فروع المؤسسة. سنكشف كيف تمول إيران نشاط حزب الله الإرهابي باستخدام المؤسسة المدنية والجمعيات والمنظمات غير الحكومية كغطاء للنشاط الإرهابي. فما هو هدف إسرائيل من استهداف هذه الجمعية؟ الهدف الرئيسي طبعاً والمعلن لإسرائيل هو بداية ضرب هذه المؤسسة التي هي مؤسسة المصارف أو المصرف المركزي لشريحة معينة من اللبنانيين. بالطبع الهدف الغير معلن هو تقليب هذه الشريحة على حزب الله، حيث أن هذه الشريحة تودع أموال إن كانت نقد أو ذهب لدى هذه المؤسسات، وبضرب هذه المؤسسات تكون إسرائيل قد ضربت المودعين لدى القرض الحسن. هذه بطريقة غير معلنة، أما الطريقة التي تعلن عنها إسرائيل هي ضرب تمويل حزب الله لنشاطاته العسكرية من قبل قرض الحسن. مؤسسة القرض الحسن تمتلك أكثر من 30 فرعاً في أنحاء لبنان، منها 15 فرعاً في وسط بيروت وضواحيها. في عام 2007 فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات واتهمتها بنقل أموال بشكل غير مشروع إلى حزب الله، واعتبرتها غطاءً لإدارة الأنشطة المالية للجماعة الإرهابية. السعودية بدورها تعتبر مؤسسة القرض الحسن كياناً إرهابياً. فهل هناك أي علاقات مشبوهة بالمؤسسة أو أي أعمال غير معلنة تقوم بها؟ طبعاً مؤسسة قرض الحسن لا تخضع لأي رقابة أو جهاز رقابي، أي لا تخضع للمصرف المركزي أو أي جهة رقابية، بالتالي علاقات المؤسسة غير واضحة. وطبعاً المعلن هو العلاقة بين شريحة من المجتمع اللبناني وممولين من هذه الشريحة وهذه المؤسسة. هنا يجب أيضاً الإضاءة على أن هذه المؤسسة ازدهرت بعد حرب تموز 2006 وبعد فرض العقوبات على مصرفين لبنانيين من قبل الجهات الدولية والأمريكية. إذن المعلن هو نشاط مصرفي بحت، الغير معلن غير معروف ومجهول، وبالتالي ليس بالإمكان التأكيد أن هنالك عمليات مشبوهة لدى مؤسسة قرض الحسن.